بقى بسرعه المطار يا رشيد. الو، ايوه سعاده الباشا، الدنيا اتربكت على الاخر، الورق ما جاش والبوليس هاجم المزرعه. والبضاعه؟ والبضاعه هناك، يعني البوليس ممكن يلاقيها. انا اتفضحت يا عزيز باشا، اتفضحت. اهدى يا نعيم، اهدى. رشا جنبك؟ ايوه رشا معايا يا باشا. الدهانه اكلمها. يا فندم؟ اقول لك الدهانه اكلمها. عزيز بيه عايز يكلمك. ايوه يا عزيز بيه، امرني يا باشا. تحت امرك يا باشا. من امتى بتكلم عزيز وعزيز بيكلمك؟ ما بترديش عليا ليه يا رشا؟ اهدى يا باشا، دلوقتي روح لعزيز بيه وهو يفهمك على كل حاجه. فهمنا على ايه؟ ها؟ فهمنا على ايه؟ ما تنساش حضرتك انه عزيز بيه هو الراجل الوحيد اللي يقدر يطلعك من الورطه اللي انت فيها دلوقتي. بلاش يا أكرم، ده كان هيموت عشاني. عارف يعني ايه كان هيموت عشاني؟ جاي دلوقتي تقول لي بلاش؟ انا مقدر مشاعرك، بس انت كمان لازم تقدري الظروف. بعدين بعدين هاخدك ونروح للمستشفى. اماني اسمعي كلام اخوك، هو عنده حق. شايف العربية اللي واقفة هناك دي؟ مالها؟ عزيز بيه جواها وقاعد مستنيك. اتفضل انزله. اتفضل يا باشا. عزيز بيه كويس ان انت جيت بنفسك عشان نشوف هنتصرف ازاي في الموضوع ده. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده بالظبط؟ تعال تعال.
أقدم لك يا باشا صلاح بحر المحامي. أهلا أهلا أهلا، أنا سمعت عنك كتير الأيام اللي فاتت دي، كان نفسي أقابلك وأتعرف عليك. لأن ليا شرف أتعرف على سعادتك يا باشا. لا 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 لا، أنا مش باشا ولا حاجة، أنا اسمي عزيز بيه، الباشا هو أنت. اتفضل اتفضل اركب يا صلاح باشا. اتفضل يا باشا. لفينا ما لفينا صح، ولا نكيكة تطلع بينا في العالي، جابتنا 7 عرض ولا يهمك يا زين، طالما انا وانت كويسين بتوظف في اي حاجة يا جدع. وبعدين ما تقلقش، مثل البلية هترجع تلعب معنا من تاني، كيكة هتطلع في العالي. عم بقى بلاك كيكة بلاك نافع، انت ايه يالا؟ انت ما بتحرمش ولا ايه؟ ده احنا كتب لنا عمر جديد. بصراحة بقى كده احلى، كفاية كده، ده احنا استوينا. اللي تقول عليها يا صاحبي بلاها الكيكة. ازيك يا زين يا ابني؟ ألف حمد لله على السلامة. ما يهمكش أي حاجة، المهم إن أنت بخير. تشكر عم نوفل. ازيك يا حربي يا ابني؟ الحمد لله عم نوفل، الحمد لله. إيه يا دعاء؟ واقفة بعيد كده ليه؟ مش تيجي تطمني على خطيبك؟ كويس يا زين؟ بخير. بخير طول ما انت بخير يا نهار. امال فين ال6 عطيات يا عم نوفل؟ 6 عطيات؟ ما خلاص طلعتها وبيت 3. والله خير ما عملت. تعالي يا اماني. ازيك يا حربي؟ عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. انا جيت لك النهارده يا حربي عشان أماني كانت عايزة تطمن عليك، وعشان أشكرك كمان إنك وقفت معايا عشان أنقذ حياتها. تشكرني عليا يا أكرم بيه؟ أنا كنت السبب في الخطر اللي تعرضت له أنسة أماني، بس والله العظيم والله العظيم ما كان قصدي أعرضك لأي خطر، وعشان كده كنت مستعد أعمل أي حاجة، إن شاء الله حتى أموت بس تبقي بخير. عارفه يا حبيبي، عارفه. انا عايزك تعرف ان كل التصرفات اللي تصرفتها معاك كانت بدافع حبي لاختي وخوفي عليها، لكن النهارده يا حربي عايز اقول لك انك طلعت انسان شهم ونبيل وقد المسؤوليه، عشان كده لما تقوموا بالسلامه وتخرجوا عايزكوا تقولوا لي المكتب عشان نخلص القضية بتاعت نعيم ونخلص من الموضوع ده كله. الله 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 الله، ايه يا عم انت وهو؟ مستحيل تقول عايزك المستشفى ولا ايه وننام على السراير؟ قوم يا عم احنا ورانا شغل كتير. انا كده بركه، انا عادينا كده ليه؟ وبعدين شغل ايه اللي بتتكلم عنه ده؟ وخلاص كله راح. الا المستودع. مستودع ايه؟ مستودع المعلمة الله يرحمه. أنا خلاص اشتريته بالمزاد وكتبته باسمكم،
رضي الجميل اللي عملتوه فيا طلعتوني من اللعبه المجندله دي. بس بقول لكم ايه، الشغل الجديد ده ما فيهوش ايه ولا فيه وربنا يوفقنا. وانا بقى بصراحه ما اقدرش على شغل المستودع ده لوحدي، وقررت اخدكم معايا. بس يكون في علمك انت اهو من هنا ورايح انا اللي ايه، انا الكوماندا وانتوا السبان عندي. ماشي يلا اعترض انا اخلص بقى. كده كده انت اهو.